مساء الفل والهنا والسرور والتفاؤل والأمل على أجمل عيلة وأجمل ناس. وحشتوني ووحشني اللايف معاكم، وحشني الدردشة معاكم. وأجمل ما في اللايف إن هو بيقرب المسافات، وأنا بحب أي حاجة تقرب المسافات. كل سنة وأنتم طيبين. اللايف ده كنا وعدنا بيه من يومين، والظروف خارجة عن الإرادة اتأجل، المهم إن هو اتعمل لايف كالعادة. بقول المكان اللي بنعمل عليه لايفات باستمرار هو الانستجرام، فاللي عنده ينضم. وبرحب طبعا بكل أصدقائي اللي بدأوا يدخلوا دلوقتي معانا. موضوع مهم النهاردة من الأسئلة كالعادة بقول اللي جات في الفترة الأخيرة. وفي فرق كبير قوي ما بين الحب الحقيقي وما بين حب الامتلاك، وشتان الفارق ما بين ده وما بين ده. لكن المعظم ما بيعرفش يفرق، وبيشوف ان علامات الحب الحقيقي قد تختلط على علامات حب الامتلاك، والدنيا بتبقى بزراميط في بعضها وما احناش فاهمين. فانا دايما من انصار ان العمر غالي، ومش عايزين نضيع وقتنا ونتصدم في الاخر. وهو ده الهدف الاسمى والاساسي عفوا من الحلقات اللي زي دي، ان احنا نوعي البنات في المقام الاول والشباب برضو، لان الحلقة النهاردة هتخص الطرفين، رجل او امرأة. ازاي اعرف ان الشخص اللي انا مرتبط بيه ده، او اللي داخل، او اللي بيننا وبين بعض علاقة او مشاعر، بيحبني حب امتلاك بس؟ وحب الامتلاك انانية، وعمر الحب الحقيقي ما كان في أنانية. وده الفرق. هنبدأ كده معانا علامات، واحنا عمالين نتكلم ونشرح علامة علامة. وانا كالعادة في اللايف بنكون براحتنا، كل سنة وانتم طيبين طبعا، وبتأخر على ما نبدأ ان احنا نتجمع. اول علامة الغيرة، ومعروف ان الغيرة حب، بس الغيرة الغير مبررة، الغيرة الغير منطقية، الغيرة الأوفر، الغيرة اللي هي تحسسني بخنقة، ان انا مخنوق وانا مرتبط او انا مرتبطة بالطرف ده. في غيرة خنقة، يعني فاضل شوية ويعد عليا الانفاس اللي انا بتنفسها. الموضوع كده خرج من اطار الحب اللي احنا نعرفه. بس مش دي العلامة، بس عشان ما نظلموش اللي هنحكم من خلالها هل هو حب امتلاك ولا لا. تاني حاجة الاتهامات. الشخص ده بيوجه لي اتهامات ملهاش أي أساس من الصحة. الاتهامات، توجيه الاتهامات لي باستمرار بشكل مباشر أو غير مباشر، مفيش ما يدعو لكده، مفيش سبب يخليك إن أنت تتهمني. ولكن هو مرض حب الامتلاك ده، عشان تبقوا فاهمين، مرض ومرض قاتل جدا. والله يكون في عون اللي مرتبط بحد بيحبه حب امتلاك. تالت حاجة زيادة التحكم، ان هو مش عايزني اخط خطوة غير بأمره، ولا اتنفس نفس غير اما اخد رأيه، ولا اقول كلمة غير. تحكم فظيع. كل العلامات دي على فكرة مع بعضها بتوضح الصورة في النهاية. رابع علامة كسرة الحساسية، يعني ما يقبلش أي انتقاد حتى لو فيه، حتى لو أنا بنتقده بشكل شيك وجميل وهادي وبعيد عن الحدة. برضه هو ده من علامات الشخص اللي عنده حب امتلاك، والشخص اللي بيبقى ده في طبعه لا يقبل إطلاقا. يعني احنا البني آدم الحساس نعمة، ولكن إن زاد بقى زيادة عن اللزوم، إن أصبحت الحساسية بتاعته مفرطة، هتندرج معانا في علامات النهاردة، أو العلامات اللي توضح إن الحب ده حب امتلاك بالدرجة الأولى. العلامة التانية أو اللي بعد العلامة دي، يعني زيادة العصبية على أتفه الأسباب. زيادة العصبية على أتفه الأسباب، عصبية أوفر، عصبي. دي برضه من العلامات اللي تدللك كده من البداية، قبل ما تتعلق قوي وتضيع وقت قوي. وده اللي يهمنا، تضييع الوقت هو المشكلة في الموضوع، ان الشخص ده في جرس انذار كده ان ممكن يكون عنده حب امتلاك قاتل ومريض.
مريض بالداء ده، فتخلي بالك، او ان انت تخلي بالك. العلامة اللي بعد كده عدم الثقة فيك، مش واثق فيك، مش واثق فيك. إيحاءاته، تصرفاته، ردات افعاله، كلامه، نظراته، كلها تدل ان الشخص ده عنده حب امتلاك. عدم الثقة فيك. كمان عدم الامان، مش مأمن لك. يعني افتح الباسورد، تكلم مين؟ مين كلمك؟ طب هات الباسورد بتاعك، لا. طب تفاصيلك الشخصية، لا، مالكش فيه. مفيش امان. دي من العلامات اللي تدل ان الشخص ده مريض برضه بحب الامتلاك، وعنده حب الامتلاك. كمان الشك، ادي علامة، والشك زيادة عن اللزوم. شكاك، هو بيشك فيا. الشخص ده انا بحس منه ان هو بيشك فيا. كمان من العلامات القوية الانانية، يعني يرضى نفسه اللي ما يرضاهوش ليا، يعمل اللي مش عايز ان انا اعمله، او الطبيعي بتاع الناس بتعمله بس يجي عندي لا. في انانية، وأنانية كبيرة قوي في الموضوع. لو كنا صادقين مع نفسنا وكنا شخصية شجاعة، هنقدر نحدد. ولو عايزين نعيش في الوهم هنعيش، بس هنقوم على كابوس. أنا دايما بقول كده، اللي في علاقة ومش عايز إن هو يشوف الطرف التاني جد ولا لا، ويبحث ويتعب نفسه، هيحلم حلم جميل بس في النهاية هيقوم على كابوس. فالخيار ليك، الخيار ليك. احنا بننور لك الطريق، وانت اللي في الاخر هتختار وتمشي. طيب انا كالعادة دايما لما احب اجيب مشكلة احب اقول الحل بتاعها. لو انا في شخص مصيرنا بقى مرتبط ببعضه، ولقيت فيه للأسف النيلة والعلامات دي، ولكن انا بحبه، انا عندي امل يتغير، انا مش عايز ان انا اخسره، ايه الحل؟ اول حاجة الصبر. لازم ان انت تصبر على الشخص ده، لان ده حاجة متأصلة فيه، مش هتتغير بين يوم وليلة. تاني حاجة، خلي عندك ثقة في نفسك، لان لو ما عندكش ثقة في نفسك اي اهتزاز هيأكد له على طول الشك والاتهامات والأنانية، وهتخليه ان هو يسوق فيها، وهتزود الموضوع. تالت حاجة في الحل، واهم حاجة، ابعد عن الشبهات تماما. ابعد نفسك عن الشبهات. من هنا يبدأ الشخص تدريجيا يثق فيك، من هنا يبدأ يديك الأمان، من هنا يبدأ إن هو يمشي معاك كده واحدة واحدة، وتلاقي ربما في حد بيقول لي مفيش حد بيتغير. طب أنا أمشي؟ يعني لو مفيش حد بيتغير أنا أروح فين من الآية الكريمة اللي بتقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم؟ في يا جماعة، ده ربنا اللي قال، اللي خلق البشر، هو إن الإنسان بيتغير، وإن الإنسان عنده قدرة إن هو يتغير. يجي صديقة لنا دلوقتي وأنا بتكلم بالصدفة، شوف تعليقها، تقول لي ما فيش حد بيتغير يا دكتور، جبنا منين الكلام ده؟ وإحنا يا جماعة ليه بنخترع، يعني ليه بنخترع إحنا فلسفة؟ ليه؟ ونحط مبادئ لنفسنا ونتوه نفسنا ونمشي على المبادئ الغلط دي؟ ما القرآن قدامنا، لا، ما دام قال حتى يغيره خلصت، يبقى ربنا اللي خلق البشر وأعلم بطباعهم، وقال لك إن الإنسان يقدر يتغير، ويقدر إن هو يغير من نفسه. لا، كل واحد بيتغير، بس هي الفكرة أعرف إزاي أنا أغيره، وإيه الدور اللي عليا. لأن إحنا ما دام ارتبطنا أصبحنا في علاقة شراكة، كل واحد فينا عليه دور، كل واحد ليه أو له دور لازم إن هو يقدر إن هو يقوم بيه، وكل ما يقوم بيه كويس كل ما العلاقة تبقى أنجح. اللي بيمشي عشوائي هو ده اللي بيفشل، اللي بيمشي عشوائي هو ده اللي بيفشل، اللي بيعرف إيه اللي ليه وإيه اللي عليه، ومن البداية ما يقحمش نفسه في علاقة وخلاص، لهدف ان احنا نجرب، لهدف ان احنا نشوف. انت هتوجع نفسك في النهاية،
يعني انت، لذلك انا دايما اقول من البداية شوف هل الشخص يستحق ولا لا، هل الشخص يعني ظروفه هتلائمني ولا لا. ما انا عملت سلسلة حلقات قبل كده عشان اوعي اصدقائنا، بس للأسف تقريبا اللي بيتسمع اغلبه بيتنسي. وزي برضو ما صديقة لينا كانت بعتالي من فترة وزي برضو ما صديقة لينا كانت بعتالي من فترة وبتقول لي أنا عندي 16 سنة وفي شخص عنده 42 سنة وعمال بيشغلني وأنا بدأت أتعلق بيه، ويعني كلام العلاقة دي بالعقل اللي ربنا اداهولنا هتنجح؟ يعني انت عندك 15 سنة وهو 42 سنة، هتنجح؟ المتجوز او اللي متجوز ومنفصل ده هتنجح؟ تيجي البنت داخلة في العلاقة تعكها وتقول لي اعمل ايه؟ طب ما احنا بالبداية هو بنقول خلي بالك في علامات من البداية، بس انت بتعمل نفسك ما انتش شايف. هي الفكرة في كده، احنا بنعمل نفسنا ما احنا شايفين عشان عجبنا الشخص ده، عشان حاسين ان احنا مش هنلاقي زيه. وده غلط، لان اللي بدأ غلط استحالة، يعني الزرعة اللي اتزرعت غلط هتديني صح في النهاية؟ الحاجة اللي اتبنت غلط هتطلع صح في النهاية؟ فتلاقي في عيوب الدنيا كلها ومصرة ان هي تكمل معاه، ومصرة ان هي تخوض التجربة معاه، تتعلق، ربما يستغلها، ربما يصدمها، واكيد طبعا هيصدمها، وادي اللي خدته في النهايه، ضيع عمرها وضيع وقتها وسبب لها عقده وسبب لها جرح واستغلها، وادي وش الضيف في النهايه وسابها وراح شاف غيرها. طب ليه؟ ليه؟ ما احنا نصبر شويه، نعقل شويه لحد ما نشوف حد شاري جاد مناسب، وهو ده بقى، هو ده اللي نعيش معاه، وهو ده اللي احنا نرتبط بيه، وهو ده كده. محدش يدخل في علاقة الهدف الارتباط وخلاص، لهدف أجرب، لهدف أنا أعرف محبش، أصل الحب مش بإيدنا، حاجة لا إرادية. فمن البداية بقى ما أقعدش أبقى شايف الطريق مكسر وأقول أنا همشي، لو مشيت ربما وأنت في منتصف الطريق ما تعرفش ترجع. هي الفكرة في كده، تتوه في العلاقة دي. فمن البداية خلي بالك، أنا شخصية ما بطيقش حد يتحكم فيها، فلقيت شخص عنده حب امتلاك يغور، ما انتش مجبر ان انت تكمل معاه. كده يعني نخلينا انت اضرب نفسك، انت أضرب. زي برضو صديقة لينا بعتالي على الفيس، واحد قعدت معاه علاقة 3 سنين وصحي من النوم قال لها بقول لك ايه، يلا روح انا زهقت، ده معنى الكلام يعني. فبعتت لي، فقلت لها يا بنتي مش جد واحمدي ربنا ان الموضوع بان، تقول لي بس بحبه. قلت لها طب ابعت له رسالة قولي له انا بحبك ومش قادر استغنى عنه. بعتت له قال لها وانا مش طايقك، وان بعتت تاني هعمل لك مشاكل وافضحك، والله زي ما بقول لكم كده. فجت بعتالي المسج اللي هو بعتها لها، بتقول لي شوف لي طريقة اخليه يرجع لي ويكام. انا ارد على دي اقول لها ايه؟ واحنا احنا ليه مصممين ان احنا نعذب نفسنا بالشكل ده؟ الحب مش بالعافيه، لكن في حاجه اسمها بعمل اللي عليا عشان يوم ما امشي ما بقاش بقى عندي حاجه اسمها تأنيب ضمير واقول يا ريتني كنت استنيت شويه، يا ريتني كنت عملت. انا بعمل اللي عليا قبل ما امشي، قبل ما انهي العلاقه بشوف ايه اللي ممكن يتعمل عشان اغيرك. اتغيرت كان بها، ما اتغيرتش خلاص بقى شوف لك بقى انت حد يستحملك كده وانا اشوف لحد يستحملني كده. فقولوا لي ايه رايكم في الحلقه دي، وموضوع حب الامتلاك صعب قوي، وكتير من البنات اللي ممكن تكون مخدوعه تفتكر ان ده حب. لا، لو في العلامات اللي انا قلتها في اول الحلقه دي، ده مريض بحب الامتلاك. هتعملي نفسك مش شايفة بقى براحتك، احنا ما بنضربش حد على ايده، احنا بنقول النصيحة فقط لا غير. قولوا رأيكم في الحلقة كالعادة، ولو حد عنده سؤال بقى نبدأ ان احنا نجاوب على اسئلتكم كده.
سريعا دايما بقول جوه الموضوع بره الموضوع، وشيروا ابعتوا الحلقة لأي حد ممكن يكون محتاجها، ندوس لايك توصل لبقية أصدقائنا وده هدفنا. حلوة الحلقة يا دكتور، تسلم، تسلمي لي، كلامك صح جدا. دكتور أنا قوسية صحيح، قوية بس أحس إني بمشي مع الكل وعايزة أطيب بخاطر الكل. يعني أنا ما فهمتش السؤال فين، لا خلي السؤال دقيق شوية. حلوة الحلقة كالعادة، تسلمي لي. دكتور محمد أنا فكيت تعلقي بتوأم شعلتي المزيف والتقيت بالتوأم الحقيقي، هل أتركه وأدور ميت لأني ما في أعيش؟ إيه الأسئلة الغريبة دي؟ والله ما فهمت. موضوع الحلقة ممتاز، تجنن الحلقة، تسلمي لي. حلقة مميزة، جيت أنا عايشة بحب امتلاك. الحلقة جميلة يا أستاذ محمد، رسلت خاص. أنا بعتذر والله يا جماعة للناس اللي بترسل خاص، أنا عارف إن أنا مقصر، ما تزعلوش مني. الحلقة كلها حكم وأنت سجلت هدف يا دكتور، تسلمي لي. بحب حكيك، تسلمي لي. قوسية مع جدي صعبة بس مش مستحيلة يا دكتور، حلو كلامك، تسلمي لي. حلقة جميلة ومفيدة وكلامك دايما مفيد، حلقاتك دايما بتكون مفيدة. يعني فين القوة وأنا أخلي الكل بينبسط حتى؟ والله بصي يعني اللي يستاهل، ابسطي اللي يستاهل، ابذلي مجهود للي يستاهل، ادي طاقة إيجابية وجهدك ووقتك للي يستاهل، إنما اللي زي ما تديله زي ما تديلوش في داهية. انتوا مش مجبرين ان انتوا تكملوا مع حد مش عارف قيمتكم، ولا مجبرين انكم تفهموا حد مش عايز يفهم، ولا تخلوا حد يستنى مش عايز يستنى، ولا ان احنا يعني اقول ايه، اللي يستاهل الشخص اللي يستاهل بالمواقف وبيبان، اديله اديله على قد ما اقدر، مش خسارة فيه. منطقي كل شيء، احلى حاجة، احلى شيء بالحياة بيك واحنا صغيرين. ايه ازاي نخلي رجل يعرف اني مش ضامن؟ انا عملت حلقة عن الموضوع ده عشان الموضوع يطول، ممكن ترجعي لها على اليوتيوب. نور بتقول كلامك مظبوط. دكتور كل سنة وانت طيب، انا ميزان وهو حمل، العلاقة دي حلوة رغم لو فيها مشاكل بس التوافق حلو. رجل الدال وفي عيوب، له الكثير وعليه الكثير، حكيك حلو كتير، تسلمي لي. انا طور وهو جدي، بيعجبني، بيجنني بالتجاهل شوية، وهو نفس الطباع، انتوا قريبين من بعض، هو بيتجاهل وانت بتتجاهلي، هو بيتقل وانت بتتقلي، يعني يا قلبي لا تحزن من ده لدى او من ده لدى، انتوا الاتنين قريبين اوي في الصفات من بعض. كلامك صح، انا مع الاسد مرتبطة، واحد عنده حب امتلاك مش هتقدر ان انتي، مش هتقدر ان انتي تتأقلمي على الطباع دي. خلاص انا قلت لك الحل، على فكرة انا قلت الحل في الحلقة دي وخلاص بقى مش هيتغير، خلاص خلي اللايف طويل عشان انت بتقفل بسرعة، انا بقفل عشان وقتكم ومش عايز ان انا يعني تزهقوا مني. انا القوس وهو الدلو في توافق، كل سنة وانت طيب. دكتور انا ميزان وانا طور وهو ميزان، صعبة العلاقة دي، اسد واسد في توافق، بحب حضرتك جدا، بتمنى اشوف ابن، تسلمي لي، تسلمي لي. عذراء وسرطان في توافق، ولكن لو الانثى هي السرطان هتشكو شوية مما يسمى بالجفاء العاطفي، شوية هي المشكلة في كده. هو برج الحمل النرجسي، يعتبر من الابراج اللي تميل للنرجسي. احنا عملنا حلقه كل الابراج رتبناها في المصاف الصحيح بتاعها في الموضوع ده. بالنسبه يا جماعه الرد على الخاص او الرد على الاسئله، انا بعتذر، احنا الفتره الاخيره انا مقصر في الرد والرسائل كتير، مش عايز حد يزعل مني. بنوه تاني وبقول الناس، ركزوا معايا، الناس اللي بتنتحل شخصيتي وترد باسمي انا غير مسؤول، رجاء تخلوا بالكم من النقطة دي. في نصابين كتير ظهروا على الساحة بيردوا باسمي بينتحلوا شخصيتي، وانا نبه نكون واعيين قوي
أوي أوي وإحنا بنتعامل مع النصابين دول، وأنا بلاحقهم واحد بواحد ومش مقصر في الموضوع ده يعني، ولكن واجبي إن أنا أنبه من حين إلى آخر وأذكر يعني لعل الذكرى تنفع، وهتنفع إن شاء الله عشان نخلي بالنا من الحوارات اللي بتحصل دي. تمام؟ وأنا عارف يعني جمهوري وعيلتي ومتابعيني وأدرى بيهم وبخاف كمان عليهم. أسدية ورجل الجدي، مفيش علاقة مستحيلة، العلاقة صعبة فعلا.